على مدخل قيفة بمديرية الأداع يحتشد غبار المعارك ويتدفق المقاتلون إلى الجبهات لخوض أعنف الاشتباكات مع الحوثيين وقوات المخلوع. لا يختلف القتال في كيفية تفاصيله عن القتال في معظم مديريات البيضاء، لكنه هنا وفي قلب القرى وضواحيها يبدو أشد عنفا وضراوة. تقصف الميليشيا بآلياتها العسكرية المنازل وتشن حملات اختطاف لمواطنين مناهضين لتواجدها، فيما يقاوم الرجال ببنادقهم الشخصية هذه الهجمات والحملات الضارية. ورغم شح الإمكانات وتزايد المعاناة جراء قلة التسلح، إلا أن جدوة المقاومة لا تنطفئ، وتكاد تسجل يوميا بعض الهجمات والإنجازات العسكرية المتواضعة بفارق التسلح والجهود الذاتية. وفي مديرية الزاهر تفشل المقاومة محاولات عديدة من الحوثيين لاستعادة المواقع التي انتزعتها منهم. أعنف الاشتباكات شهدتها منطقة آل حميقان، وتحاول الميليشيا التقدم للسيطرة على المنطقة بالكامل. يحدث أيضا في مديرية السوادية، حيث لقي عدد من الميليشيا مصرعهم خلال الساعات الأخيرة في قصف مدفعي للمقاومة على مواقعها في منطقة الوهبية. جولة القتال هذه احتدمت بمديرية الصومعة، وفيها قصفت المقاومة بالمدفعية مواقع الميليشيا المتمركزة في منطقة عرقوب العقلة. وحدها البيضاء تقاوم بصمت ودون ضجيج أو استجداء الدعم الغائب من الحكومة أو من التحالف، الأمر الذي اعتبره مراقبون إهمالا متعمدا لهذه الجبهة. على قدر هذه الحرب إلا أن البيضاء لا تزال تقاوم، لكن ما كشفته هذه البقعة من اليمن ليس صمودها في أطول جبهة حرب، ولكن حقيقة أن من يمسك بهذه الأرض يمسك بقلب اليمن. فالبيضاء تتوسط 8 محافظات شمالية وجنوبية، وتمر منها معظم الطرق الرئيسية الرابطة بين أبين وشبوة ولحج وذمار والضالع وصنعاء.